هو كيقول لنا بانه كان ساكن في بلاد الزيان ولا في خنيفره وجا مع اختو هنايا اختو اللي مقابلاه ودابا وقع شي مشكل ما بينه وبين اختو وخرجته الزنقه وهي السيده اجن اصلا اجي هي خاص اللي قابلها وصافي وبقى كيجي عندنا هنايا كياكل ويشرب وبارك هنايا وكينعس في الزنقه خاصو ماشي طبيعي 100% هو مريض شي شويه مره كيدخل ويخرج في الهضره بارفوا كيبقى يهضر معاك عادي بحال هو راه انسان طبيعي هذا هو المشكل اللي عنده وبعض المرات تبقى تشوفه غادي راه كيداوي غير بوحديتو كيجبد الاراضي ديالو جبد قداروا ليا داو ليا فعلوا ليا تركوا ليا عنده لاكارت ناسيونال ديالو عنده الحاله المدنيه ديالو عارف ان هذيك لاكارت ناسيونال ديالو عارف هذيك الحاله المدنيه وعارف ان هاد الناس راهم كاينين هنا وعارف كل شيء يعني لي ديتاي ديال لي ديتاي عارفهم غير بارفوا كيمشي ليه شويه الريزو كما كنقولوا الريزو كيمشي ليه مسكين جا عندنا هو اللي جا عندنا دابز وقته مع الصباح وجا عندنا من جا عندنا قال لنا راه جرات عليا واخا احكي لنا كيفاش جا عندكم يعني الحال انا جيت مع الصباح لقيته هو مجروح فيه الدم انا في ايديه انا اللي داويتها ليه والسيده اختو مخسر لها الزيف ديالها قالت لي راه ضربني علاش على سبب الفطور قالت له قال لها نوضي تطيبي لي الفطور قالت له سير عندنا نوال تفطر نوال هي انا صافي ونوضوا المشاكل يعني هو معتاد كيجي لعندنا كيجي لعندنا يوميا يوميا الله سبيل الله يوميا واخا ما عمرو عاود لكم على مشاكل عائليه او اسريه ديالو كيبقى داوي الدوليه كان عندي الاراضي الدوليه هو كيبقى داوي ما نقدرش نفيدك هو كيبقى داوي بحال هكا كيبقى داوي الدوليه الاراضي ديالي عندي هنا في بلاد زيان عندي هنا في خنيفره هو الهضره اللي كيقول عندي اراضي في خنيفره عندي هنا بنتي دات ليا هذا الداليه الدوليه فلوسي كنت كندير القرعات مسكين كيبقى داوي بحال هكا ما عرفناش هادشي واش بصح ولا واخا منين جا عندكم تواصلتوا مع شي جهه في السلطه لا حنا بقينا شادين وقلنا لا وعسى يجي شي واحد من الفاميلا ديالو يديه تواصلنا مع شي ناس من الفاميلا ديالهم قال لك يبقى في الزنقه ما عندنا ما نديرو ليه قال لك ما عندنا ما نديرو ليه يبقى في الزنقه عنده شي وليدات الا عنده بنيه بنت وحده عنده كيقول لنا هو كاينه في ولاد زيان عمرها اتصلت بكم على الحلول اتصلتوا بها انتوما عندنا واحد النمر كنتصلوا به كيقول لنا هاد الهضره كيقول لنا خليهم في الزنقه حنا عندنا ما نديرو به عرفتي كتقولوا انه مريض نفساني هو كيقول انا ما مريضش هو قال كيعاود لكم مرحبا عاود لي مشهد السلام عليكم بميروت السلام عليكم دابا انا كنت في البلاص نعم كنت في البلاص في الجبال خنيفرة البلاص خنيفرة ايوا سيدي علاك دابا هاد الناس تعدوا عليا كان شنو هاد الناس بميروت في خنيفرة واش خوتك فاميلتك لا تعدوا عليا على هذيك خيتنا اللي كنت خاطبها وقلعوا عليا انت خاطب شي وحده من خنيفره؟ اي هذيك انت الاصل ديالك من خنيفره انت الشيخ؟ كنت ساكن فيها انا عربي واني كابر في خنيفره انت الاصل ديالك من هنا من ولاد زيان؟ من ولاد زيان ولاد زيان مشيتي خنيفره باش تخطب هذيك السيده انا قديم انا في خنيفره 20 عام في خنيفره اكثر من 20 عام 60 عام ولا 50 واش كنتي كدير تما كتبيع وتشري في لاحه؟ كنت نبيع ونشري في الكارو وبعض المرات مريح وشري ايوا دابا هذيك المرأة مشات للمحكمة معايا عطاها دانا الورقة قال لي تمشي مع الراجل للمحكمة مني مشات مشيت انا للمحكمة حتى هي مشات دخلت للمحكمة انا بقيت واقف شي قهاوي فن ملي خرجت مشات بحالاتها ما نعرفش دارو معاها واخا واش تمشي مع المحكمة باش دير معاها عطاوها الورقة عطاوها باش تزوج بها باش نتزوج بها ومشات مع خرجت مع دي قالوا لا تجي لعندنا خرجت بوحدها مشات عند واحد المرأة وزادت حالتها وأنا بن عمي هما هذيك البلاد كانت تجي منها سمعتيني باش عطاتني أنا عام الجفاف مع الألمان النمر ديال الألمان شحال في عمرك دابا با ميلو؟ عندي لا تكون عندي هذاك واخا با ميلو قلتي لهاد الناس هذو انت كاين معاهم هنا قلتي لهم داو لك الارض ديالك وداو لي البلاد فين هادشي فين؟ هنا بخنيفرة وهنا بخنيفرة وهنا في ولاد زيان وفي خنيفرة شكون يدار لك هاد البلاد هذو؟ وداو الوراثة الشلوح شلوح؟ ايوا كانت عندي انا سودوس فيها مسودس على ابن مالك محمد سيد وباعوا الكتيبة باعوا الغنم البقر الماعز باعوا الخيل
باعوا الجمال، باعوا لبنات في الخميفرة، جات الدولة دبعت كل شيء دبعتوا لنا. واخا با ميلود العمر ديالك تكون عندك شي 70 عام؟ عندي تكون عندي 90 90 سنة. إوا الله كرب قلبي، ما دير ليا بلاد في ولادي ديالي نقول في ولادي. تعقل على درس البصري؟ أه؟ درس البصري تعقل عليه؟ إي كان عقل. نقول لك بحال تيبقى يهضر بزاف الدولية، شي كيجبدوا بزاف. فهمتي راك سمع شي هضر شي يقول حتى هو الدولية داروا ليا فعلوا ليا، علم الله شنو بينه وبين خشو ولا العائلة ديالو كاملة فوالا. مثلا بحال شي انفصام في الشخصية، ربما راجل كبير كبر حسب ما كيقول لنا وزير 1942. دابا هو مرة كيدوي معاك كيدوي معاك كيدوي معاك مريطوني مزيان، ولكن مرة أخرى راه كيمشي يفرخ كيبقى يهتر. عنده 80 عام دابا واقفة. ياك 80 عام ما عمرنيش لاكات ناسيونال ديالو صراحة. ممكن يكون داك الشيء عنده في ما عرفتش ليطا ديال الدماغ ديالو ماشي نورمال. ما عرفتش المهم معنا حنا مزيان طراهم كي مع عائلته الله اعلم الا عندهم شي مشكل كيذكر داك المشكل داك الشيء اللي جراو عليه واقيلا الله اعلم ما عرفناش شنو هو السبب ما عرفناش. المهم دابا سليمان المبيت ديالو راه هو هذا في كيفاش لا ما تواصلنا ما شاء الله، حنا تواصلنا مع عائلته مفرطين في اللي تندويو معاه في التليفون تيقول لنا ما عندنا ما نديرو به. هادشي اللي كاين بنته شحال من واحد ما عرفتش بنت اختو تيدوينا معاها ما مره ما جوج ما ثلاثه. مرة كبيره حتى هي ما كتزكدش معايا وبا حتى هي كبيره ديال الصار صراحه الله اكبر منه في العمر فايته بشي سنين بحال فايشه كبيره ديال بصح ماشي ما تقدرش تزيد ولكن عنده معاه شي مشكل الله اعلم ماشي نقول لك ما عرفتش.